ولك لقطة واقعية يعني حقيقية يعني. يعني هاي السيارة بس كمزات يعني لقطات مو هابي. الفيلم راح ينزل بالشهر 11 من هاي السنة، واعتقد وايد بهذا الجزء راح يسوون فقرة، يمكن يطلعون اهله عايشين يعني. لان بالجزء الاول من اساس غرقت السفينة، السفينة اللي هما بيها، يعني ما طلعوا شنو صار بالضبط، فاحتمال بهذا الجزء راح يطلعون عايشين. ما بنعرف شلون راح يرتبوها، ممكن ايه ممكن لا، اتوقع ايه. المهم هذا اوفيشال تيزر تريلر، يعني مجرد تشويقة ونظرة أولى، مو إعلان رسمي، هيك مجرد تشويق. أكو أفلام يعني من يسوون تيزر تريلر يعني مجرد تشويق يكون بيها لقطات كارثة، لا أكو أفلام ثانية يختلفوا، بالأخص هذا أنيميشن، ف هاي مجرد تشويقة. بعد الأشهر الجاية راح ينزل الإعلان الرسمي، بس ما أعرف شو بتنزل.